الحمد لله النهارده يعني الى حد ما كنا ماشيين في الماتش زي ما احنا عاوزين، ماشيين ريتم الماتش واحده بواحده. كان اهم حاجه بالنسبه لنا احنا نكسب الماتش وبدون اي خسائر، والحمد لله عملنا كده. اللي جاي طبعا اهم طبعا، وهيبقى اصعب ماتش في البطوله كلنا عارفين، واهم ماتش لنا في البطوله. ان شاء الله نحاول يعني نحقق اللي احنا عاوزينه ويمشي في الماتش. برضو احنا نحاول نحضر لهم ان شاء الله بكره، وبعد بكره ان شاء الله يبقى ماتش جامد، وان شاء الله نحاول نكسبه. طبعا هو ده الماتش، يعتبر فاينل بطوله. احنا عندنا كل ماتش خدناه من اول البطوله لحد دلوقتي فاينل بطوله بالنسبه لنا، ماتش مهم جدا. ان شاء الله نحاول نعمل اللي احنا عاوزينه، وهنحضر لهم طبعا بكره. اعتقد تونس هي هتكسب، وهيبقى ماتش طبعا قوي، وماتش ند بند، ماتش 50-50 100%. ان شاء الله اللي هيبقى مركز اكتر واللي هيبقى اخطاءه اقل هو اللي هيكسب الماتش. الله يبارك فيكي. طبعا الحمد لله على المكسب، هو كان اهم حاجه عندنا ان احنا نكسب. مركزين في البطوله ماتش بماتش، شايف ان احنا الناس ماشيه بخطه ثابته. طبيعي يعني احنا كسبنا النهارده فرق سكور، بس في غلطات وفي حاجات طبعا يعني محتاجين نصححها، عشان احنا داخلين على ماتش مهم جدا، ماتش سيمي فاينل هيبقى الاغلب يعني مع تونس. الناس هتبدا بقى النهارده خلاص ريكفري، ومن بكره ان شاء الله نبدا في ماتش تونس تحضير فيديوهات تمرين. شايف يعني ان احنا ان شاء الله ربنا يكرم كده، ولو ماشيين زي ما احنا كده ان شاء الله ناخد البطوله. طبعا دور المجموعات طبعا لازم، الماتشات مثلا مش اقوى حاجه، فلازم نعمل روتيشن، نحضر الناس كلها تبقى موجوده وتبقى جاهزه. وممكن وارد يحصل في ماتش من ماتشات الكي او اللي هي الادوار الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل، يحصل مثلا حد داي اوف ولا حاجه، لازم تبقى الفرقه كلها جاهزه. وبدليل شفنا قداح مثلا نزل الماتش اللي فات ونزل الماتش ده، بيحاول يجيب مستواه، يحاول يرجعه بعد الاصابه. طبعا شايف ان حاجه كويسه جدا حوار الروتيشن ده، بس طبعا الموضوع هيبقى من دور يعني من النهارده. السكور لما فتح شويه الدنيا بقت احسن بكتير. انا شايف الماتش الجاي الموضوع يعني على حسب الماتش هو محتاج ايه، ممكن الماتش يبقى قوي، ممكن الماتش يبقى مريح. انا شايف يعني ده على حسب الماتش يبقى عامل ازاي. والله الحمد لله احنا بدانا الماتش من اوله بشكل كويس. كان تركيزنا كله ان احنا يعني نفصل خالص عن ماتش تونس، يعني ان احنا نركز في الماتش ده، لان هي فرقه كويسه جدا، عملت ماتش كويس جدا مع تونس. فكنا مركزين جدا ان احنا ننزل من البدايه عشان نريح نفسنا ونعرف نعمل الروتيشن بتاعنا كويس. بس والحمد لله ربنا كرمنا.